راديو ان تي اي إذاعة تتحدى الجميع. هنا مش هنخرج خالص بره المكان. ابارك لاخويا وحبيبي الاستاذ وليد دعبس بالصرح الفني الكبير. طول عمري بحلم انه يبقى فيه في مصر مستورده من الاعلام. بارك لكم بالصرح الجميل ده. حاجه في منتهى الجمال. شكرا. لو عندك وقت استنوا الموضوع كبير قوي.